هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. إذن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الآن إلى مقر انعقاد القمة العربية، وفي استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لا تزال القضية الفلسطينية هي محور مناقشات القمة العربية، حيث يتزامن انعقاد قمة جدة لعام 2023 مع تطورات في ملف القضية الفلسطينية وتعقيدات في المشهد، مع انفراجة قريبة ساهمت فيها الوساطة المصرية مؤخرا، وهو ما يحمله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مشاركته في أعمال هذه القمة. الرئيس عباس يتولى الرئاسة الفلسطينية منذ عام 2005، ولسنا في حاجة إلى القول أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، قضية محورية مركزية لم تتخلى عنها أي قمة عربية. نحن نتابع معكم على الهواء مباشرة توافد المشاركين في القمة العربية 32، وكما نتابع ولي العهد السعودي يستقبل في هذه الأثناء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي تولى رئاسة بلاده في عام 2022 لمدة 4 سنوات بعد الفوز على الرئيس محمد عبد الله فرماجو. كما نتابع الآن هذه الصورة في استقبال مبعوث المغرب ممثل المغرب، وهو الأمير رشيد بن الحسن، وهو نجل السيد الحسن الثاني ولي العهد السابق المغربي ونجله الأصغر لهذه القمة، مبتعثا من ملك المغرب نيابة عنه لهذه القمة. ونتابع الآن توافد بعض من الممثلين لهذه القمة، قمة جدة، القمة 32 للسعودية. وللعلم في هذه الأثناء في ظل هذه الصورة القادمة إلينا على الهواء مباشرة أن بهذه القمة تتم المملكة العربية السعودية 4 استضافات لهذه القمم، كانت بدايتها في عام 1996، وكانت أول استضافة من الاستضافات الطارئة بشأن عقد لما يدور داخل لبنان، وآخرها ما نستضيفه الآن وما نتابعه على الهواء مباشرة بقمة جدة الحاضرة داخل هذه الصورة. على ما يبدو أن هذا هو مندوب ليبيا أو ممثل ليبيا على ما يبدو ضمن هذه القمة، هو السيد صالح. السيد صالح هاشم ماخي مندوب ليبيا في الجامعة العربية على ما يبدو حسب الصورة. إذن سيد محمد المنيفي، سيد محمد المنيفي الآن صورة لقدوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الواصلين إلى جدة السعودية للمشاركة في هذه القمة التي عقد على هامشها عددا من اللقاءات، كان منها اجتماعه مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المشارك في هذه القمة، مع اجتماع آخر عقده الرئيس المصري الذي يبدو في آخر هذه الصورة وهو آخر الواصلين في انتظار قدومه لوقوف تحية باستقبال ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان. مصر تعتبر من الدول الأكثر استضافة لقمة القمم العربية بمجموع 9 قمم عربية، كانت منها قمتان طارئتان عقدت داخل جمهورية مصر العربية، وكان لمصر الاستضافة الأولى
ما عرف بقمة إنشاص التي عقدت في عام 1946، وآخر قمة استضافتها جمهورية مصر العربية كانت قمة شرم الشيخ التي عقدت في عام 2015 تحديدا في شهر مارس من عام 2015، مع قمتان طارئتان كان من آخرها قمة عام 2000، وكانت هي القمة المحورية التي من بعدها تم إقرار استدامة انعقاد القمم العربية بشكل دوري. وهذه جدة ضمن مخرجات هذه الصورة. إذن السيد دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني آخر الحاضرين إلى هذه القمة في مشهد توافد القادة والملوك والرؤساء العرب المشاركين داخل قمة جدة، القمة 32 لانعقادها داخل جدة التي شهدت عددا من الممارسات السياسية كان من آخرها ما تم احتضانه بشأن السودان في محاولة لرأب الصدع ووقف إطلاق النار بين ممثلين عن الجيش السوداني وعن الدعم السريع. إذا نتابع كما نتابع الآن هذه المشاهد التي هذا هو عمر جيلة الرئيس الجيبوتي الحاضر بشدة داخل الملف السوداني ضمن تصريحاته التي استبقت هذا الحضور على هامش قمة جدة والتي سوف يتصدر ملف السودان هذه القمة الحاضرة، باعتبار أن جيبوتي أحد الدول المجاورة للسودان وأحد الدول التي استضافت عددا من المشاورات والنداءات. وللعلم جيبوتي هي من الدول التي أيضا كانت حاضرة بقوة فيما يتعلق بالمشهد الصومالي، واحتضنت ضمن ما احتضنت الممارسات الانتخابية داخل جيبوتي، وكانت معها كينيا ضمن محاولات اختيار غير مباشرة لرئيس الصومال، وكان من آخرها هذا الاختيار الذي وقع على الرئيس الجديد شيخ محمود، ولكنها جرت داخل مقديشو. هذا هو الرئيس الجيبوتي عمر جيلة التي تحتضن بلاده عددا من القواعد العسكرية داخل بلاده، من آخرها القاعدة الصينية التي تم احتضانها في عام 2017، وظهرت بشدة جيبوتي على المشهد السياسي السوداني بعد دخولها على ملعب إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب، وكان من أشهرها ما وقع داخل السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. جيبوتي حاضرة تحت هذا المشهد. هذا هو إذن السيد الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ممثلا عن دولة البحرين في هذه المشاركة ضمن هذه القمة، والتي وصل باكرا في إطار الحضور المجاور للمملكة العربية السعودية. مشهد يعد من المشاهد التقليدية في القمم العربية لحضور واستقبال ومراسم استعداد حاسمة مرتبة عن عناية لاستقبال الوفود المشاركة لهذه القمة. هذا هو إذن الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ممثل البحرين لهذه القمة في إطار قدومه لاستقباله من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ضمن وفده الآن يتوجه إلى هذا الاستقبال ضمن مراسم دقيقة ينتظر فيها الأمير محمد بن سلمان لاستقبال الوفود المشاركة من الدول العربية. الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ضمن عدد من رؤساء وملوك الدول العربية المشاركة في هذه القمة. تابعنا قدوما ابتداء كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ممثلا عن دولة فلسطين إلى هذه القمة، التي على ما يبدو لم يغب عن هذه القمة فلسطين حتى منذ أن كانت يؤرخ لها بتسمية منظمة التحرير الفلسطينية. هذا هو اللقاء إذن بين ولي العهد السعودي وبين ممثل البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة، والتقاط الصور التذكارية التقليدية في حنايا العلم السعودي وتحت يافطة قمة جدة القمة 32، وهي القمة الرابعة التي تستضيفها السعودية. للسعودية تاريخ طويل فيما يتعلق باستضافات القمم العربية، كانت الظهران مثلا من ضمن القمم التي صادفتها المملكة العربية السعودية في عام 2018، كانت أيضا الرياض حاضرة في مارس من عام 2017. هذا هو إذن
رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني في استقباله من قبل ولي العهد السعودي، وانتظاراً لالتقاط هذه الصور التذكارية. في هذه الصور التي تأتي إلينا على الهواء مباشرة من مدينة جدة، مقر انعقاد هذه القمة، القمة العربية تحت هذه اليافطة، ولي العهد السعودي نيابة عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يستقبل ولي العهد ضيوف المملكة العربية السعودية الحاضرين لانعقاد أو انتظاراً لانعقاد هذه القمة العربية الساخنة التي تندرج من تحتها عدد من الملفات أضيفة على قائمة هذه الملفات بخلاف الملفات القديمة، الملف السوداني الذي سيكون حاضراً بقوة. الصورة غير واضحة، ولكن على ما يبدو هذا هو ممثل دولة الكويت على ما يبدو، انتظاراً لتأكيد الزملاء في غرفة الأخبار. وعلى أي حال إلى حين مجيء هذا التأكيد، فالتمثيل تمثيل الكويت سيكون من خلال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير الكويت. إذن هو هذا هو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد الكويتي حاضرا ممثلا عن بلاده إلى القمة العربية جدة عام 2032 في مشهد تقليدي ضمن هذه القاعة المهيبة التي تستضيف وتنعقد تحت جدرانها هذه القمة العربية. نحن معكم على الهواء مباشرة، ننقل معكم لحظة بلحظة قدوم الوفود المشاركة وممثلي الدول العربية، وانتظارا لممثلي بعض من الدول الأجنبية وممثلي الجهات العالمية الأممية. وللافت ضمن هذه القمة في آخر أنبائها المفاجئة حسب بعض المحللين هو قدوم الرئيس الأوكراني زيلنسكي حاضرا إلى هذه القمة. صرح تصريحا مقتضبا على هامشها هو قدم إلى المملكة العربية السعودية إلى جدة. على الأقل نتابع هذه المشاهد للسيد مشعل الأحمد ولي العهد السعودي مصافحا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حاضرين بتؤدة وتمهل تحت العلم السعودي الحاضن لهذه القمة، قمة جدة 32، التقاط الصورة التذكارية في هذه النقطة، نقطة المنتصف، انتظارا لولوج كل الحاضرين إلى هذه القمة إلى داخل قاعة الاجتماع. إذن تحرك داخلا إليها السيد مشعل الأحمد ولي العهد السعودي مصافحا ولي العهد السعودي. مشهد جامع للوفود القادمة إلى مقر القمة العربية في جدة، القمة الرابعة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. من ضمن المشاهد التي تبعناها في وصول القادة والزعماء والملوك ومندوبي الدول العربية المشاركين ضمن هذه القمة، كان منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاضرا إلى مقر انعقاد هذه القمة. سبقه في الحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التي ستكون بلاده حاضرة بقوة ضمن ملفات هذه القمة، اتصالا بأحداث غزة الأخيرة التي انتهت بهدنة بعد وساطة مصرية ورعاية أمريكية ومعاونة عربية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية تحديدا. حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في عملية إطلاق نار انتهت بوقفه بعد سقوط أكثر من 30 شهيدا فلسطينيا. إذن نتابع الآن مراسم قدوم القادة والزعماء العرب المشاركين في هذه القمة. سلطنة عمان حاضرة ولكن بغير تمثيل أول، هو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، هو نائب رئيس الوزراء العماني نيابة عن السيد هيثم بن طارق رئيس السلطنة في عمان، حاضرا نيابة عنه ممثلا عن بلاده ضمن هذه القمة. المشهد الآن، الجامع في هذه الصورة ينقل لنا هذا القدوم العماني والمتمثل في السيد أسعد بن طارق آل سعيد
نائب رئيس الوزراء العماني ممثلا عن بلاده ونائبا لسلطان عمان هيثم بن طارق الذي أنابه لحضور بلاده ضمن هذه القمة. عمان بالطبع حاضرة على مشاهد عدة في الساحة العربية. اسم عمان ذكر في إطار احتضانه لبعض الجلسات التي أعلن عنها في مراحل لاحقة. على الأقل نتابع على وقع هذا الاستقبال الحار بين السيد أسعد بن طارق السعيد ممثل عمان هو نائب رئيس الوزراء في هذا الاستقبال من ولي العهد السعودي. كانت حاضرة على مشهد اليمن في إطار احتضانها لعدد من جولات المفاوضات التي كانت سرية في مراحل لاحقة. والآن تقول بعض الأنباء التي نفيت من قبل الولايات المتحدة بأن سلطنة عمان تحتضن عددا من الجولات الحوارية الدبلوماسية بين بعض من قادة النظام السوري والولايات المتحدة. وإن كانت نفيت هذه الأنباء أو بمعنى أدق لم تؤكد في إطار حضور أول لافت لسوريا لملء مقعدها الشاغر داخل مقر الجامعة العربية الذي تم تجميده بقرار عربي خرج بالإجماع أو خرج بآلية اتفقت عليها الدول العربية بعد أحداثها التي وقعت في عام 2011. كانت سوريا بحضورها اللافت عنوانا بارزا ضمن أحداث هذه القمة التي تمثل حسب قراءات عربية معتدلة غير جانحة إلى استعمال ميزان الذهب في وزن أعمال السياسة، قراءات عربية اعتبرت أن بيضة القبان في هذه القمة هي مساحة الأفق الممتدة على اتساعه بما حواه من رائحة وئام واحتمالية اتفاق وظاهر قدرة على الاشتباك مع الإقليم والعالم الراغب في مخاض جديد. هي سوريا بعد 11 عاما من تجميد مقعدها مشهد سنترككم دون تعقيد ودون تعليق كثير. هذا هو الرئيس السوري في أول مشاركة بعد اختفاء دام 11 عاما ويزيد بقليل حاضرا في قمة جدة بعد محاولات مضنية وجلسات مضنية بدأتها الأردن، جمعت ما بين العراق، مصر، الأردن والمملكة العربية السعودية مع السيد فيصل المقداد وزير الخارجية لإيجاد صيغة وصفت دبلوماسيا بدبلوماسية الخطوة بخطوة في محاولة لإيجاد موطئ قدم عربي داخل الأزمة السورية في محاولة لإنهائها وحلها. هذا هو الاستقبال، هذا هو الرئيس السوري بشار الأسد داخل قاعة الاجتماع المؤدية إلى القاعة المحتضنة لفعاليات هذه القمة. سنتابع هذه المشاهد صامتين. إذن على وقع التقاط الصورة التذكارية والسلام الدبلوماسي بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي لاستقبال وقدوم الرئيس السوري بشار الأسد لفعاليات هذه القمة، وسوريا إحدى سبع دول مؤسسة مشاركة في تأسيس جامعة الدول العربية واحتضنت دمشق العاصمة السورية فعاليات القمم العربية لمرة واحدة وحيدة في عام 2008. كان الملف الفلسطيني حاضرا بقوة، كانت سوريا ضمن القوى والدول الفاعلة على ملف القضايا العربية الشائكة وخرجت من هذا القطار منذ أن انشغلت بأزمتها الداخلية التي انطلقت في عام 2011 وحرمتها من تمثيلها الدائم داخل جامعة الدول العربية، وظل هذا المقعد شاغرا إلى أن اتفقت الدول العربية في محاولات دبلوماسية حثيثة ممتدة على جولات منها ما أعلن ومنها ما لم يعلن، ما أعلن ما جرى في الأردن وما جرى في جدة في اجتماع توافقي خرجت الدول العربية باتفاق جمعي حول عودتها، وإن كانت ثمة اعتراضات ولكن
هذا هو القرار الجمعي العربي لعودة سوريا لشغل مقعدها داخل الجامعة العربية. جدة 2023 هي المشاركة الأولى، وانقطاع ما بينهما دام لأحد عشر عاما ويزيد بقليل. سوريا آخر حضور لها على المشهد العربي في قمة سرت التي عقدت في الشمال الليبي في عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ وانقلب العالم العربي بعد ثوراته أو ما عرف بتأريخاته بثورات الربيع العربي، فأدت إلى حرمان سوريا بعد اشتباكها وعدد من الخلط والشد والجذب واللأي الكثير داخل عدد من الدول العربية، كانت منها ليبيا، سوريا، اليمن ومصر. ضمن هذا التفاعل والمخاض العربي، والآن تسعى سوريا بمعاونة الدول العربية للخروج من أزمتها في محاولة لصيغة دبلوماسية تفاهمية اتفقت عليها الدول العربية مع الوفد السوري المفاوض لإيجاد صيغة أطلق عليها خطوة بخطوة في مسعى لإيجاد موطئ قدم لحل هذه الأزمة، أو على الأقل موطئ قدم عربي للتدخل داخل هذه الأزمة التي جمعت دول الجوار وما أبعد من دول الجوار. إذن هذا هو ملك الأردن ممثلا عن بلاده، الملك عبد الله الثاني، حاضرا ضمن هذه القمة آخر الوفود الحاضرين إلى قاعة الاجتماع الحاضنة لهذه القمة. نشاهد الملك عبد الله الثاني ومن خلفه ولي عهده قادمين إلى صلب قاعة الاجتماع قمة المنتصف في إجراء بروتوكولي دبلوماسي لالتقاط الصورة التذكارية في هذه القمة، القمة المفصلية، قمة جدة التي وصفت صحفيا بأنها سيكون لها ما بعدها. الأردن من الدول الفاعلة الحاضرة والمجاورة لسوريا، والتي لعبت دورا كبيرا فيما يتعلق بعودة سوريا لملء مقعدها الشاغر داخل الجامعة العربية. عمان كانت إحدى المحطات الحاضنة للتفاوض الدبلوماسي لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. إذن الملك عبد الله الثاني مع ولي عهده آخر الحاضرين ضمن القادة والزعماء والرؤساء والوفود المشاركة داخل هذه القمة، وانتظارا لقدوم الوافد الجديد الوافد العربي المشارك في هذه القمة ضمن مراسم دبلوماسية دقيقة حاكمة تقليدية في الإرث العربي. سيعقب حالة الاستقبال التي نشاهدها الآن على الهواء مباشرة ضمن الصورة القادمة إلينا من مدينة جدة الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية على شاطئ البحر الأحمر، المدينة الصيفية وتستضيف كما نعلم هذه القمة العربية ضمن مساحات عربية وصفت بأن العرب والعالم تألموا، تألم العالم وتألم العرب ضمن أحداث ضاغطة على الاقتصاد والسياسة في مفرق طريق جديد وصف بمخاض جديد بدأت
بأزمة اقتصادية صاحبت أزمة صحية كوفيد-19 الذي ارتبط تاريخه بتاريخ نشأته وظهوره. هذا المخاض العسير كما سبق وذكرنا تألم معه العالم وما زال، وانتقل إلى نقطة حاكمة بصدام ومشاحنة وقعت في أوروبا، وامتد أفق هذه الأزمة إلى الصين. واللافت في هذه القمة هو هذا الحضور للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي أتى من داخل بولندا بطائرة فرنسية، وقال إنه أتى للقاء ولي العهد السعودي ومخاطبة العالم الإسلامي، وعلى ما يبدو أنه سيكون شارحاً لوجهة نظر بلاده ضمن الأزمة الطاحنة التي وقعت في 24 من الشهر الثاني من عام 2022. قراءات عربية كثيرة على وقع هذه المشاهد ضمن هذه القاعة لاستقبال وفود القمة العربية، ترى أن هذه القمة تمثل نقطة المنتصف في مسيرة العمل العربي الجماعي، مسيرة بتعداد الأيام والسنين بلغت 77 سنة، ومحل القياس